البعاثة الخبز دوانم طبوا علينا مسلحين، فلشوا الاسياج مال المزرعة وهددونا، وبعدين طلعنا من البيت فلشوا البيت وجرفوا النخل. رحنا اشتكينا، القاضي دز على مركز الشرطة، مركز الشرطة قالوا ما نعرف أسماءهم، ما يقبل ينطون الأسماء. رحنا للاتحادية، أبو الاتحادية أهم نفس الشيء، واقف أبو الاتحادية، يعني أبو الاتحادية متعاون وياهم، لا يعني جيك من الأخير متعاون وياهم، وبالاتحادية الدورية واقفة وهم يشتغلون وقطعوا على حسب الوصول، وهسه دايرين يبيعوها قطع سكنية. واتمنى تنشل لنا رئيس الوزراء وزير الداخليه، واحنا هسه انا وولدي مهددين وما نقدر نوصل المنطقه. ام عمر شلونك؟ انا نصيرنا يا مرحبا. لما هذا الفيديو مالتك اللي حكيتي بيه انت؟ نعم نعم. انه انت اولا بيتكم وين؟ والله بالدوره منطقه الخمس دوانم البعيثه. البعيثه الخمس دوانم. انت تقولين مسلحين اجوا وهدموا بيوتنا، انتوا هاي نعم. الاراضي اللي قاعدين بيها طابوا هي. زراعي طابوا صرف؟ لا 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 اقول زراعيه، بس احنا قديمين بيها، مو يعني لا سنه ولا سنتين. ايش قد صار لكم داي؟ ايش قد صار لكم؟ صار لنا احنا من 2004 بيها، وقبل واللي جيراننا من السبعينات هم يعني ذني اراضيهم قاعدين بيها ومستقرين من السبعينات، مو بس يعني مو بس انا، يعني من 2004 بيها. زين المسلحين ذولا من اجوا وايش قالوا لكم؟ والله قال لنا هاي الاراضي نريدها، احنا محتاجينها على اساس يدعوها قطع الشهداء الحشد. قلنا على يابا مالتنا ذني، واحنا حتى مشترينها من ذول اللي كانت عندهم مقابل اشتريناها. قال صار لكم هواي بيها وكافي عاد. اي وانتو انا اقول لك بصراحه، قال انتو سنه وكاتع عادله مستعدين على اراضي. زين انتو وين اشتكيتوا على هاي القصه؟ والله ما خلينا مكان ما اشتكينا، اخر شيء التزينا لقناتكم، اشتكينا بالمحكمه، اشتكينا بالمحكمه، اشتكينا بكل مكان اشتكينا، وما شو وين ما نروح يقول ما نقدر ما نقدر كل شيء نسوي. من اللي قال لكم ما نقدر كل شيء نسوي؟ والله مركز الشرطة احنا عليه قال ما يقدر عليهم. يا مركز الشرطة هذا مركز شرطة عرب جبور. مركز شرطة عرب جبور. زين ابو الاتحادية شنو كل شيء ما قدر يسوي لهم؟ انتم كم قطعة ارض اللي اخذوها؟ الان الاراضي راحت احنا قطعتنا ولبصتها ولبصتها مالخ، وهسه بنشوف بالقطع الباقية. جاتهم احنا واحد من المنطقة ناشد قيادة عمليات بغداد، طلعوا الاتحادية جابوا قوة كبيرة فطلعوهم بس هسه بيجون بغير اسلوب، بيجون هاي قبل ايش مدنية يما عمر مدنية. ام عمر قبل ايش قد قائد عمليات بغداد دس قوة طلعهم من الاراضي؟ نعم قبل ايش قد؟ والله يمكن بداية هذا الشهر ما اعرف والله بالضبط، قبل اسبوعين ثلاثة اسابيع صارت يعني حتى طلعت في التلفزيون القوة طلعت لهم وكله يعني كل قناة. هسه انت رجعوكم؟ احنا لا والله بيتنا مفلش، الله شاهد مسحوها مسح يشهد الله، واطلعوا اذا انتم انا ما صدقون بينا اطلعوا شوفوا المنطقة والله شاهد علي، شالوا النخل شالوه، السياج بلوك داير مدار المزرعة شالوا، والبيوت احنا طلعنا هددونا طلعنا هاي القصة خبرنا قالوا البيت فلشوه. ماشي ام عمر ماشي يعني اذا داخل الدولة قوة مسلحة تسوي هالشكل. هاي القصة انعرفت في بغداد واتخذ بها اجراءات. شو وقت المواطن ببلده يشعر بالامان؟ وش وقت هاي المسلحين هذا القطيع الضال رح ننتهي من هاي القصة؟ يعني انت تتقلب يومية تمثل دور، يوم تمثل دور انت الدولة، ويوم تمثل دور انت المقاوم، ويوم تمثل انت ضد الدولة، ويوم تمثل نفسك راضي، ويوم تمثل نفسك انت ما راضي. ما يصير تهان الدولة وكرامة الدولة، والمواطن لا يحترم الدولة عندما يكون هنالك مسلح منفلت خارج نطاق القانون. نقطر السطر هسه لو تسوي القاع ذهب 24. اذا الدولة تهان من قبل مسلح
والمسلح لا يأخذ عليه عقاب، انتهى الموضوع. هاي الدال قاع إلهم مو إلهم، أكو جهات أخرى تطبق القانون. أما أنه أنت نحتاجها وعندنا شو أنت شنو أنت والشهداء شنو؟ أكو مؤسسة شهداء، أكو مؤسسة إرهاب، وأكو دولة، أنت منو أنت؟ هذه الشللية يجب هي التي أن تعالج، يجب أن تعالج ويجب أن تعاقب.